السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فطور اللي غادي نوجد، فطور اللي ساهل واقتصادي ودغيا كيوجد ان شاء الله. غادي نشارك معكم كل شيء. هنا اول حاجه كنت في السطح بطاقه ديال الحويجات بالنسبه لهاد الشبيكه، فيها غير حويجات تعريها مؤيد. ايوا ملي هبطهم قلت نزرب عليهم هكذا، الا بقاو في الشبكه صافي غادي يتكمشوا. صافي هنا بديت كنرجع كل حاجه لبلاصتها. وواحد القضيه بالنسبه لبيت الدراري ان شاء الله غادي ندير فيها بزاف ديال التغييرات مورا رمضان ان شاء الله. غادي نشارك معكم كل شيء. المهم هنا راه بديت في التغيير، ان شاء الله مور رمضان غادي نكمل ونشارك معكم. هنا كنشارك معكم هذه البيجامه، هذه خديتها لإياد عجبتني، خديتها ب 40 درهم وصراحه صدقات زوينه، يعني تصبنات شي 3 ولا 4 ديال المرات، صدقات فنه. ان شاء الله مره اخرى غادي نشارك معكم منين كناخذهم. وفي نفس الوقت يعني وانا كنرد الحويجات في نفس الوقت كنحاول ننظم لهم البلاكار ديالهم. راكم عارفين الدراري فاش كيبداو يجبدوا هكذا الحويجات. صافي بعد ما رجعت لهم حويجاتهم كلهم بلاصتهم، هنا دست للكوزينه كما كتشوفوا، يعني كنخوي الشبيكه من الرميانات اللي بقاو لي هكذا في الشبكه، يعني مقطرين ما فيهم لا ما لا والو، كنرجع كل حاجه لبلاصتها. المهم نحيدو روينه فين نديرو روينه وحده اخرى. صافي بالنسبه للمعلقه حتى هما رجعت كل حاجه بلاصتها. بالنسبه للشبيكه ديال الماء فين ما كنسالي منها كتبان ليا هكذا توسخات، كندوز عليها حتى هي، كنغسلها هكذا بالصابون وجافيل. ايوا صافي بديت هنا كندوز واحد المسيحه على البوطاجي. وقولوا لي كي دايرين مع رمضان، كي دايرين مع شي معينات؟ انا الصراحه كما سبق لي قلت لكم وليت كنفكر في لافيسيل. ها انتما كما كتشوفوا انا راه عندي البوطاجي هابط، هذا هو الاشكال اللي عندي. هذا باش خفت انا من داك الطريب وديك الروينه، ولكن ما نكذبش عليكم تقهرت، غنديرها غادي نديرها. المهم خصني غير نبلاني ليها مزيان فين غنديرها. صافي هنا اول حاجه غادي نبداو بها واللي هي التحليه، باش هكذا يلاه يلاه تبرد ليا. هنا خديت واحد 4 ديال القطع ديال الاوريو، حيتهم باش هكذا نزين بهم في الاخير. صافي هنا بالنسبه للاوريو عندي 3 ديال الساشيات ديال اوريو، كنحاول نحيد لهم داك الشوكولا اللي الوسط. المهم هنا ريام راه خرجات من المدرسه، جات معاوناني. بالنسبه البسكوي كنديرو في الهاشوار باش غادي نطحنو. بالنسبه لداك الشوكولا اللي الوسط كنحاول نحيدو وكنديرو في هاد الزليفه هادي. صافي هنا بعد ما طحنت داك البسكوي مزيان كنضيف عليه جوج معالق كبار ديال الزبده اللي مذوبه، وكنحاول نخلط كلشي مزيان. هنا ريهام راه وجدت لي الكويسات. صافي كنعمرهم هنا. بالنسبه لهاد الكيسان هادو راه غلاض، يعني عراض عراض. صافي كنحاول نعمرهم بحال هكذا، يعني خذوا لي تقريبا جوج معالق كبار اولا 3 معالق لكل كاس. هنا بالنسبه للطبقه الثانيه عندي تقريبا نص اطرو ديال الحليب، كنضيف عليه كيس ديال الفاني، جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، وجوج معالق كبار ديال النشا. كنرجعهم هكذا فوق النار، كنبقى كنحرك داك الخليط حتى كيعقد ليا. من بعد كنضيف عليه داك الشوكولا اللي حيدت من الوسط ديال الاوريو، وكنحاول نخلط كلشي مزيان دغيا كيذوب ليا حيت الخليط سخون. صافي كنضيفوه هنا فوق البسكوي. بالنسبه للطبقه الثالثه عندي كاس ديال الماء، كنضيف عليه كيس ديال الفلان شوكولا، وكنضيف عليه كيس ديال الفاني وشويه ديال السكر معلقه صغيره تقريبا، وكنرجعو فوق النار. صافي هنا بعد ما طلعت فيه الغليه كنضيف عليه هنا واحد جوج قطع من الشوكولا، وكنخلطو مزيان باش هكذا دغيا كيذوب ليا في الخليط، وكنضيفو مباشره فوق من الطبقه الثانيه. بصراحه التحليه كتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير، من با 5 دقائق ها هي واجده عندك. صافي هنا كيف سبق ليا وقلت لكم بالنسبه للقطع اللي حيدنا هنا، صافي كنضيفهم هكذا كتزين وكيجي هذا هو الشكل ديالها. كما قلت لكم كتجي بنينه بزاف، كتعجب الكبار والصغار. ممكن ناكلوها هكذا مع الفطور او نخليوها للسحور، حتى هي كتجي منعشه وبارده. صافي غادي نرجع التحليه ديالي للثلاجه باش تبرد، باش ان شاء الله غادي ندوز معكم الحشوه ديال لي سيغار.
بالنسبه للحشوه ديال لي سيغار، خديت هنا بقيله درت فيها بصيله كبيره مشلضه، ضفت عليها واحد الثومه محكوكه، فلفله خضراء، جوج فلفلات حلوين في الحمرين، وعندي جوج خزوات اللي محكوكين حتى هما في الحكاكه رقيقه، كنضيف هي الملحه وكنشحر مزيان. انا ما كنديرش التوابل من الاول باش هكذا ما كيتحرقوش. صافي كنحاول نشحر كلشي مزيان حتى كتبان لي ديك الخضيره دخلها الطياب. كنضيف هنا الكفته، درت هنا تقريبا واحد 300 غرام ديال الكفته، اولا ممكن نعوضوها بالطون، الا كنا غنديروا الطون كنخليو اخر حاجه. صافي هنا درت شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير، وشويه ديال الثومه بودره حتى هي كتعجبني النسمه ديالها. وكنحاول نخدم مزيان ديك الكفته باش هكذا كتفرتت ليا وكتنسجم ليا ديك الحشوه. صافي كنضيف هنا واحد 3 ديال المعالق عفوا 3 ديال الفرماجات باش هكذا كيعلكوا ليا ديك الحشوه وكتجي بنينه بزاف. صافي كنحاول نخلص كلشي مزيان. انا هنا راني ضفت عليها حتى الزيت ديال البيتزا اللي كتجي من السماء، كتجي فيها زوينه صراحه. وضفت هنا في الاخير جوج معالق كبار ديال المعدنوس، وكنضيف عندي هنا واحد ديك المربع ديال الشعريه ديال الارز، درتها في الماء طايب وقطعتها وكنضيف حتى هي. وفي الاخير بعد ما بردت لي الحشوه كنضيف عليها شويه ديال الموتزاريلا، وها هي الحشوه ديالي جاهزه. هنا غادي تبان لكم الحشوه كثيره شويه، لان يعني بحال دابا الحويجات اللي كنديرهم بالورقه البسطيله كنحاول نخلي منهم هكذا المجمد. راكم عارفين مثلا كنخرج نتقدى، او لا راكم عارفين دابا العيد جاي كنبغيو مثلا نمشيو نخرجوا نتقداو حويجات للدراري. مهم يعني الا جيت للدار كنلقى ما نجبد او لا كنلقى ما نطيب. يعني تقريبا هاد لي سيكار هادو قسمتهم على ثلاثة. صافي كيف شفتوا معايا بالنسبه للورقه قسمتها على 4، درتها هكذا على شكل مثلثات. هنا خديت التحميره درتها مع الزيت وخلطتها مزيان، وكنبقى كندهن بها باش هكذا كيجيوني دوك لي سيغار مذهبين. صافي كنبقى مستمر على هذا الشكل حتى كنكمل الورقه كامله اللي عندي. هنا تقريبا استعملت نص كيلو ديال الورقه. صافي بالنسبه لهادو غادي ندخلهم للمجمد، درت لهم هكذا بلاستيك الغذائي من التحت باش هكذا ما يلصقوش ليا، وكندخلهم للمجمد باش كتجمد كل وحده بوحده، باش من بعد كنردهم للصاشيه. كما قلت لكم اي حاجه كانت في المجمد راه كتنفع. هنا بالنسبه لهادو اللي غادي نطيب، هنا دهنتهم مزيان بهاد الزيت اللي بالتحميره باش ان شاء الله غادي ندخلهم الفران، كنشعل عليهم من الفوق ومن التحت، كيجيو زوينين الصراحه. يعني ماشي بالضروره يتقلاو. هنا حيت الصلصه ديال البيتزا ان شاء الله غادي نشارك معكم بيتزا. بالنسبه للعجينه ديال البيتزا، هنا درت 3 ديال الكيسان ديال الفورص مع كاس ديال الفينو ومعلقه كبيره ديال الزعتر وجوج معالق كبار ديال النيدو. وبالنسبه للخميره درت هنا درت معلقه كبيره ديال الخميره، ضفت عليها معلقه كبيره ديال السكر سنيده، ورديتهم هكذا مع المدافي باش كيتفاعلوا. من بعد كنضيفهم على الدقيق وكنحاول نخدم العجينه مزيان. من بعد كنضيف عليها واحد الكميه من الزيت البلدي، يعني حتى كتجمع لي العجينه عاد كنضيف عليها الزيت البلديه. بعد ما تجمعت لي العجينه مزيان كندهنها هكذا كندهنها بشويه ديال الزيت البلديه، وكنغطيها وكنخليها حتى كتخمر، يعني كنخليها تقريبا واحد ساعه حتى كيتضاعف لي الحجم ديالها. وهنا بعد ما خمرت ليا كما شفتوا معايا ضعف الحجم ديالها، هنا تقريبا خليتها واحد ساعه، يعني خدات وقتها هكذا في الخميره. وكما كتشوفوا العجينه عندي راها مرخوفه، انا هكذا كندير ليها وكتجي زوينه بزاف. صافي هنا كنحاول نفرغها من داك الهواء اللي كيكون في الداخل ديالها. صافي هنا قسمت العجينه ديالي على ثلاثة، بالنسبه لي انا غادي نديرهم هكذا على شكل دي ميني بيتزا. صافي كنطلق العجينه، بالنسبه لي انا كنفضل انني نطلقها بالفينو، كتجي في واحد القرمشه زوينه في دوك الجوانب ديال البيتزا. صافي هنا بعد ما طلقتها كناخذ هكذا القطاعه وكنقطعها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للعجينه ملي كتبقى ليا انا كنديرها في الصاشيه اولا كنديرها في البلاستيك الغذائي وكنحطها في المجمد هكذا كعجينه. صراحه كتجي زوينه وكتنفع، يعني في اخر لحظه كنجبدها وكنوجد بها شي بيتزا. صافي هنا بالنسبه للصلصه بعد ما دابت كنديرها هكذا فوق من لي بيتزا بعد ما تقبتها اكيد.
بالنسبه لذاك التبصيل درت فيها كذا بصيله خضراء كتجي صراحه زوينه في البيتزا والشامبينيون واللي دوزتهم هكذا في مقيله مع شويه ديال المليحه والزيت، وعندي فرماج حمر والطون. هنا اول حاجه بعد ما درت الصلصه درت عليها الموتزاريلا باش تجي هكذا ديك التعليكه كتجي زوينه صراحه. من بعد زيت كنضيف الشامبينيون، ضفت هكذا الطون، وضفت اخر حاجه ديك البصيله خضراء هكذا من الفوق، واخر حاجه ضفتها هي فرماج حمر والزيتون. بصراحه كتجي زوينه بزاف هذه الطريقه هذه، عوض اننا نشحروا الفلفله ونشحروا البصله هكا كتجي لذيذه بزاف. صافي هنا بالنسبه للاطه ديالي حطيتها مباشره في الفران، يعني ما درتهاش على ديك الشبكه، ما حتى حاجه درتها نيشان باش هكذا كتجيني مقرمشه من التحت وكتجي طريه من الفوق. بالنسبه للعافيه راه كندير عافيه مجهده هكذا باش كتجينا محمره وكتجي طريه من الداخل وكتجي زوينه بزاف. صافي هنا دست بديت كنوجد الطبيله ديالي، تقريبا كلشي بدا كيطيب. صافي هنا ديما ان شاء الله غادي نقدم الطبيله ديالي باواني في الابيض وفي الكحل. صافي هنا بديت كنوجد الطبيصلات، خلاص عرفت شنو غادي نحط، يعني عندي بيتزا، عندي لي سيغار. هنا بالنسبه لهاد الفرقه هذه اللي كنت خديت عندكم مسا، يعني كنحاول نخالفهم ديك البيضه مع ديك الكحله، درت فيها هكذا لي سيغار ديال كاوكاو، درت فيها القروط والشباكيه. بالنسبه للطبيصلات هادو درت فيهم سلو ودرت فيهم التمر، يعني نفس التبصيل حطيته في هاد الجهه وفي الجهه الاخرى حتى هي. وبديت كنحط الزليفات، يعني بالنسبه لهذا النهار درت نفس الشوربه اللي شاركت معكم في الفيديو الفايت، غير هي درت هذه المره بالكروفيت، يعني نفس الطريقه حتى لاخر لحظه، وكنضيف على الكروفيت كتجي زوينه بزاف. صافي هنا بالنسبه للبيتزا ديالي بعد ما طابت كما كتشوفوا كتجي محمره ومقرمشه من التحت وكتجي رطبه وطريه من الداخل. المهم هنا راه كانت باقه سخونه. صافي هنا كنقطعها باش تشوفوا كيفاش كتجي. بصراحه حتى ديك الموتزاريلا ديال ميلكا غزاله غزاله غزاله، كما سبق لي وقلت لكم عمرني شفتي موتزاريلا بديك التعليكه، فنه صراحه زوينه بزاف. صافي هنا بديت كنستف لي ميني بيتزا ديالي بهذا الشكل هذا، بصراحه كتجي زوينه. انا كنسبق لي شاركت معكم بيتزا بالدقيق الكامل، تاي كتجي غزاله ولكن انا كنفضل هذه كتجي مقرمشه اكثر. صافي هنا بالنسبه للتحليه تاع هي بعد ما بردات خرجتها من الثلاجه. هنا صوبت شويه ديال العصير ديال الليمون وشويه ديال العصير ديال لافوكا. بالنسبه لي سيغار ديالي بعد ما طابو درت عليهم هكذا شويه ديال فرماج حمر من الفوق، التمر كيجيو مقرمشين والحشوه كتجي بنينه بزاف. صافي درت عليهم هكذا شويه ديال الهريسه، انا كتعجبني صراحه ديك القرمشه ديال الورقه البسطيله مع الهريسه كتعجبني بزاف. وهكذا كتجي الطبيله ديالي. هنا سلقت شويه ديال البيض، وهذه هي طبيلتنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتاخذوا منه ولو فكره بسيطه، وما تنساونيش من لي لايك والتعليق الزوينه ديالكم. وهنا غنقول لكم بالسلامه عليكم، الفيديو جاي ان شاء الله.